وزارة الصحة اليوم السبت 3 أبريل تسجيل 575 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، لينتقل إجمالي الحالات بالمغرب إلى 497832. الوفيات المسجلة اليوم بلغت 7 الحالات، ليصل إجمالي الحالات إلى 8842 حالة. وبخصوص المتعافين، اليوم تم تسجيل 569 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 484793. أما الحالات النشطة اليوم فبلغت 4167. توزيع الجغرافي للحالات الجديدة والوفيات: جهة الدار البيضاء 16 كتسجل 405، 304 بالدار البيضاء، 25 بالنواصر، 22 بالسطات، 18 بالجديدة، 13 بالمحمدية، 13 كذلك بمديونة، 9 ببرشيد، وحالة واحدة ببن سليمان. الوفيات المسجلة على مستوى هذه الجهة بلغت حالة واحدة بالدار البيضاء. جهة الرباط سالة القنيطرة كتسجل 62 حالة جديدة، 31 بالقنيطرة، 19 بسالة، 5 بالسخيرة تمارة، 5 بالرباط، وجوج حالات بسيدي قاسم. الوفيات المسجلة على مستوى هذه الجهة حالة واحدة بسخيرة تمارة. جهة مراكش أسفي كتسجل 26 حالة جديدة، 19 بمراكش، 3 برحامنة، 2 بتيشاوا، حالة بالصويرة وحالة بأسفي. الوفيات المسجلة على مستوى هذه الجهة بلغت 2 حالات، وحدة بمراكش وواحدة بشيشاوة. فيما جهة طنجة تطوان الحسيمة كتسجل 17 حالة جديدة، 10 الحالات بالعرائش، 5 بطنجة أصيلة، حالة بتطوان وحالة بالمضيق. جهة الشرق كتسجل 15 حالة جديدة، 7 ببركان، 3 بوجدة أنجد، 3 بالناظور، حالة بجرادة وحالة بتوريت. جهة الشرق كتسجل حالة وحدة وفيات ببركان. جهة سوس مسا كتسجل 13 حالة جديدة، 5 بشتوكة إتباها، 4 بأكادير إيدا وتنان، 2 بتيزنيت، حالة بتارودانت وحالة بإنزقان أيت ملول. جهة سوس مسا كتسجل حالة وحدة الوفيات بأكادير إيدا وتنان. جهة درعة تفيلالت كتسجل 11 حالة جديدة، 7 بتنغير و 4 بالراشيدية. جهة فاس مكناس كتسجل 7 حالات جديدة، 4 بتازة، 2 بفاس وحالة بإفران. جهة الداخلة واد الذهب كتسجل 6 حالات بواد الذهب. جهة بني ملال الخنيفرة كتسجل 5 حالات، 4 بخريبكا وحالة بأزيلال. جهة العيون الساقية الحمراء كتسجل 5 حالات بالعيون وحالة وحدة الوفيات بالعيون كذلك. جهة قلميم واد نون كتسجل 3 حالات جديدة كلها بقلميم.